خير بقى، كنت عاوزة تقولي ايه؟ عرفتي حاجة؟ اه، بيتنا القديم. اه ما شاء الله، اكيد بيت جميل. لا لا لا، مش قصدي، مدام إلهام قالت لي قولي لأحمد بيتنا القديم. انا امي قالت لك تقولي لي بيتنا القديم؟ ايوه، قالت لي كده بالحرف، قولي لأحمد بيتنا القديم. ايوه يعني ايه؟ ما مش عارفة، هي اللي قالت لي كده والله. اصل احنا ما عندناش بيت قديم، انا امي وابويا اتجوزوا في بيت العيلة بتاع ابويا، وما كملوش سنة ونص وسافر هو واتطلقوا طبعا، وانا سافرت معايا دوبك سنة، فما لحقناش يبقى عندنا بيت قديم. فايه بيتنا القديم؟ تقصد ايه؟ هي ممكن تكون قصدها يعني بيت باباك القديم. والله وارد برضه يا دكتور فكرة، بس انا اعرف ان كلمة السر عادة بتبقى رقم، حاجة مرتبطة برقم، مش بيتنا القديم. اه طب هي ممكن تكون قصدها رقم بيتكم القديم، ممكن برضه. ممكن برضه، عندك حق عندك حق. كتر خيرك كتر خيرك، احنا تعبناكي، مش عايزه اتعبك اكتر من كده. كتر خيرك، كفايه ذوقك واخلاقك وثقتك فيا. انا عايز اشكرك على مجيتك دي، ومتشكر انك انت وثقتي فيا، واحب اقول لك ان انا والله عمري ما هاكل حق اخويا ابدا. ربنا يستر من اخوك ده، بصراحه انا اصلا خايفه منه جدا. ومحدش مش خايف منه. على العموم نورت يا دكتور، ولعلمك انا في اي وقت لو عوزتي اي حاجه رقمي معاكي، تكلميني اكون عندك فورا. ربنا يخليك، انا ريحت ضميري خلاص، وانا مبسوطه اني قلت لحضرتك. يعني مفيش احلى من كده والله، نورتي. انا هستاذن. انا اتفضلي. لا لا، لحظه واحده، انت مش شروت اللي جابتك؟ اه دي مشيت. ما انا عارفه، ما انا هطلب اوبر. لا ودي تيجي برضو. اتفضلي اتفضلي. لا يا انا هبعت معاكي عربيه توصلك لحد باب البيت. سي قوي على ذوقك والله. اتفضلي اتفضلي يا فندم. شكرا. ما جاش تاني وقال ان انسه شروت هتاخد باقي كل حاجته. ما قابلش حد تاني غير حاتم حسين؟ لا ما قابلش حد تاني. طب حلو جدا. بص، وانا عاوزك تركز معايا عشان في حاجه عاوزك تعملها لي لو جيت تاني. الو، ها وصلوا؟ حلو حلو. طيب فتح عينك كويس واستنى مني مكالمه هقول لك تعمل فيها ايه بالظبط. اوعى حاجه تبوظ. عارف هعمل فيك ايه؟ تمام، سلام. الو يا بنتي، انا كويسه، ما فيش حاجه، انا مروحه خلاص. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نشتري جزم لكاتب كتاب دري. طب خلاص اكلم هو، تيجي معانا بقى. يلا اقفلي اقفلي. با ماما 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 إن الهاتف الذي طلبته غير متاح الآن، يمكنك الاتصال به. يا خالته، هي ماما عندك؟ هي قالت لي انها هتروق الشقه وتيجي، بس الكلام ده من ساعتين. طب مش عارفه راحت فين؟ لا هو في حاجه؟ لا مفيش، هي نزلت تشتري شويه حاجات ولا حاجه. طب هكلمك تاني. ماشي، يلا باي باي. عم رضا، اموريني يا بنت. بقول لك ايه، ما شفتش ماما النهارده؟ الهانم خرجت من بدري. خرجت؟ طب ما تعرفش راحت فين؟ لا والله، بس كان في عربيه سودا واقفه هنا، فيها واحد اول ما نزلت من العماره خدها ومشي على طول. عربيه سودا؟ قدامك 24 ساعه يا دكتوره تجيب لي فيها المعلومات اللي انا محتاجها، يا الا واحده فيكم هتوحشنا. يا انتي يا ست الحبايب. الو، اخوك خطف امه من قدام بيتنا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.